أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة الإنجليزية ومع يونت 3 ومعانا النهاردة الجرامر في يونت 3 والجرامر في يونت 3 درس سهل جدا إن شاء الله حاجة إحنا عارفينها قبل كده وهي relative pronouns تعالوا الأول نتعرف على الجنرال يوز كده why do we use relative pronouns in general Relative pronouns in general are used to make sentences short علشان نعمل الجمل تكون مختصرة وتركز على الميننج اللي فيها هنشوف دلوقتي على الشاشة رياضة فروناونز نذكركم بيها إن شاء الله معانا هو بتشير إلى البيبل بتستخدم بدل العاقل which تستخدم لغير العاقل وهوز للملكية ملكية الأشياء في أحمد is the teacher who teaches us English أحمد is The teacher who teaches us English أحمد is a teacher طبعاً someone هنا With someone هنا قعدنا عليه بهو أحمد is a teacher who teaches us English The car Number two The car which my father bought is so fast and modern The car the something Which عشان كده حطنا لها الضمير which My father boat is so fast and modern طبعاً زكار ما ينفعش نقول عليها هو زكار دي something فبنعيد عليها بايه which الاكزامبل example الثالث example number three I work in a city which is away from my home A city here is something زيها في الاستخدام ده زيها زي زكار I work in a city which is always away from home next example عن الملكية my friend whose bag is black traveled to London last week شايفين طبعاً whose دي جاية مكان ضمير الملكية اللي هو صفة الملكية اللي هي his my friend his bag so عشان هي ملكية بنقول my friend whose bag is black يبقى أخدنا who للبيبل which للthings في التو two sentences اللي هم بعد كده واخدنا هوز للملكيه هناخد انذر اكزامبل دلوقتي this is the city in which i live بنلاحظ هنا بقى استخدام الضمير which علشان نتكلم بيه عن الاماكن عن البليسز بس هنشوف بقى ان احنا هنا كده ايه محتاجين نعمل تعديلات ايه This is the city in which I live أضفنا هنا proposition أهو قبل البرونون اللي هو which this is the city in which I live طيب هل البروبوزيشن ممكن يغير المكان؟ هنشوفه كده في السنتنس اللي جاية كده The school on the right corner is the one which I work in which I work in clear؟ يبقى هنا لبروبوزيشن بدل ما جئ قبل which لبروبوزيشن هنا after the verb because actually the proposition is related to the verb the school on the right corner is the one which I work in equal a the school on the right corner is the one where I work ليستخدمنا هنا بقى كده where هنا بنستخدم where in place of which and the proposition يبقى إذن which plus proposition كان give the same meaning ممكن تقوم بنفس الرول اللي هي وير بتقوم بيه رول وير uh, بتعود على مكان the school on the right corner is the school where I work اللي فيها وده مكان يبقى هنا وير لكن which ممكن تقوم بعمله لو احنا حطينا which بلس بروبوزيشن اللي هو ان او ممكن نحط ان قبل which زي ما احنا شفناه في الاكزامبل اللي ايه اللي فات. next example ممكن بقى نروح لحاجة تانية فيه ونشوف ان احنا ممكن نستغنى عن relative pronouns خالص من الجملة ما طالما احنا بنتكلم عن summarizing او اختصار he met the best player in our team who scores the most goals لاحظ معايا الاول هنا كده ان هو followed by a verb الفيرب اللي هو مين scores first كده هي مت ذا بيست بلاير ان اور تيم هو هو دي عائد على مين ريليتس تو مين على البيست بلاير البيست بلاير هو السبجكت بتاع الفيرب اللي بعده اللي هو سكورز يعني مين اللي سكورز مين السبجكت هنا هو هو عائد على مين على ذا بلاير اذا هو هنا السبجكت بتاع الفيرب اللي هو which comes after it طيب هاو كان اي دو without اوت ات هل ممكن احذفه هل ممكن استغنى عنه بنقول لحضرتك ايوه ممكن بس بشرط بسيط بنعمل حاجة صغيرة بص كده على التشينج اللي حصل he met the best player in our team scoring the most goals what did we do؟ ايه اللي احنا عملناه؟ لما شلنا هو هي subject للفيرب اللي بعدها عملنا تشينج بسيط ان احنا حطينا الفيرب في الجرند اللي هو فيرب في آي إن جي تصبح الجملة he met the best player in our team scoring the most goals both of them are correct لكن لو دلت على مفعول ببساطة أنا ممكن أشيلها وممكن أحول الفيرب للباس participle اللي احنا بنتكلم عن الضمير اللي هو ويتش أو إيه أو هو تعال نشوف النكست اكزامبل كده مع بعض جاي إزاي Did you see the window Did you see the window which سلمى broke yesterday طبعا هنا which سلمى بروك فين الفيرب وير از verb فيرب هير verb از بروك مين السبجكت بتاع الفيرب دوت؟ سلمى. اذا ويتش عائدة على الويندو والويندو هنا اوبجكت. طيب هاو كان اي دو ويزاوت ذا داتفر هنا؟ ازاي ممكن ادي الجملة بتاعتي وتدي ذا سيم مينينج ونستغنى فيها عن ويتش؟ ببساطة شديدة طالما ويتش از ان اوبجكت يعني ما هياش فولود باي فيرب يعني ما هياش السبجكت ممكن انا ليف اوت وتبقى السينتنس Did you see the window سلمى؟ Did you see the window سلمى broke yesterday؟ or؟ نعمله باسف زي ما احنا شفناه كده Did you see the window broken yesterday It gives the same meaning shorter and it gives the same meaning اللي احنا عملناه احنا removed the relative pronoun وخلينا الverb passive Did you see the window broken yesterday Now تعالوا بقى نقرأ مع بعض بعض النوتس الملاحظات السريعة على الrelative relative ال ال pronouns هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه ونركز شويه مع بعض ويا على طول معانا القلم بتاعنا وورقتنا ويا نكتب على طول what we need to ask about يلا معانا جاهزة اهو ها مستعدين نبص كده مع بعض نشوف البروناون اللي هو هو اور هوم اور ذات ايه حكايه هوم دي هنشوفها هو اور هوم ذات هو للبيبل وهم للبيبل بس لما بيكونوا اوبجكت وهو هي الجنرال يعني هو كان كم محل السبجكت او محل الاوبجكت لكن هم فقط ممكن تيجي للبيبل لما بيكونوا اوبجكت لكن هو هي الجنرال هو اور هوم اور ذات نمبر 1 يمكن ان احنا ياتي بعد هو او ذات ضمير ناخد الاكزامبل فعل وفي هذه الحاله لا يمكن حذفهم يعني هم هيكونوا السبجكت ليهم على على الاكزامبل هتكون اوضح شويه بصوا معايا the boy who or that won the race is my son فين الفيرب هنا اللي بعد الراتب pronoun اللي هو الفيرب won who or that won مين اللي won؟ البوي هو اور ذات عائدة على البوي اذا هو او ذات هنا سبجكت لا يمكن انا احذفها الا بشرط اللي كنا قلناه قبل كده ان احنا نخلي الفيرب فيرب في اي جي لكن من غير ما اعمل حاجه ما اقدرش ان انا احذفها السنتنس لا تستقيم من غيرها ومن هنا انا اي كانوت دو لكن يمكن ان انا احذف ذات او هو او هوم في حاله ان هو لو جه بعدهم سبجكت تاني يعني ايه ناخد اكزامبل كده عشان نوضحها عليه ذا هو اور هوم اور ذات يو مت فين الفيرب هنا؟ الفيرب مت من الذي قابل؟ من الذي مت؟ اللي هي يو اذا هو او هوم او ذات عائده على البوي في هذه الحاله هو أوبجكت للفيرب اللي هو مت لان السبجكت هو مين؟ يو في هذه الحاله يو كان ليف اوت ممكن نترك الريلاتيف بروناون اللي هو هو او هوم او ذات وما نعملش حاجه في الجمله وتصبح الجمله the boy يو met كوركت برضو من غير الضمير ليه لان في سبجكت الفيرب جنبه اللي هو يو اذا هنا هو او هم او ذات عائده على اوبجكت فممكن استغنى عنها اتمنى انها تكون واضحه ان شاء الله تعالوا نروح للنقطه التانية مع which أور that which or that طبعا which بتحل محلها ذات بتيجي لغير العاقل ناخد معانا طبعا ممكن ان which او ذات هي كمان تكون subject للفيرب اللي بعدها بصوا على الاكزامبل كده طبعا في الحاله دي برضه لا يمكن ان انا احذفها the car which او ذات hit the old man was very fast تعالوا نبص كده في السينتنس كويس انا عندي هنا فين الرتف اللي هو which or that followed by ايه يا حبايبي followed by ايه by the verb اللي هو hit طالما followed by a verb يبقى هي السبجكت بتاعه و sorry which or that هنا refers to the car والكار هنا هي السبجكت الكار هي اللي هات اذا لا يمكن استغنى عنهم من غير ما اعمل حاجه في السنتنس لكن لو which او that لو which او that جه بعدها سبجكت ثم verb اذا which او that هي الاوبجكت وفي هذه الحالة أنا ممكن leave أوت أتركها والسنتنس تدي ذا سيم مينينج. ناخد إكزامبل معانا ذا موبايل which or that I bought yesterday has a very good camera. فين ال verb bought؟ مين ال subject بتاع bought؟ I. إذا which or that عائدة على الموبايل اللي إحنا اشتريناه اللي هو ال object. يعني في subject بعدهم ثم verb. في هذه الحالة you can leave out which or that. The meaning remains the same. The mobile I bought yesterday has a very good camera. The two points دولت اللي هو هو مو ذات ويتش اور ذات ما بينهم مشترك ان الاثنين لما ييجوا سبجكت انا اي كانوت دو without اوت ذيم لكن لما بيجي بعدهم سبجكت ثم فيرب اذا هم الاوبجكت بتاع السنتنس السنتنس ممكن انها تمشي من غيرهم This is a boy who I met yesterday. من اللي مت أنا طالما هو هنا عائد على البوي وهو أوبجكت في هذه الحالة I can leave out without doing anything and the sentence gives the correct meaning. I met سوري اي مت ذا بوي هو اي سو اور اي سو اونلي بوث اوف ذيم ار كوريكت وتعالوا ننتقل الى نقطه جديده معايا هنا كده في الملاحظات بتاعتنا على الريلاتيف بروناونز هنشوفها على الشاشه هوز هوز دي بتشير الى الملكيه تحل محل هز او هير او زير او اتس طبعا يأتي بعدها اسم يخص الاسم الذي قبلها يعني مش عايز أقول مملوك ليه لكن يخصه related to him ولا يأتي بعدها فعل مطلقا خلي بالنا من الملاحظات دي غاية في الأهمية لما بيكون في عندي sentence وأنا محتار في التشويسز بتاعتي بيكون عندي علامات ماركس معينة أنا أعرف منها whose دي is never followed by a verb ناخد example the woman whose son الصن ده related للومن السن ابنها هي مش عايز أقول مملوك ليها لكنه related ليها the woman whose son had come first was very happy يبقى whose daemon followed by اسم مملوك whose son, whose father, whose hair, whose suit, whose, whose car the horse whose leg, leg related للهورس the horse. the horse whose leg has been broken won't run in the next race ناخد بالنا بقى, بقى هنا كده كمان بقى بعد كده هناخد where where دي تشير الى مكان والميننج بتاعها حيث او حيثما للمكان ناخد اكزامبل عليها طبعا هي بتشير الى مكان يعني في اكتيفيتي بتتعمل جوه المكان ده the town where i live is very crowded the town where i live where هنا عائدة على التاون وبعدين في هنا فيرب بيقول ان في حاجه بتتعمل جوه التاون دي the town where i live is very crowded. She likes the school where she works. هنروح بقى دلوقتي بعد ما شفنا who was that which was that وشفنا هوز وشفنا where هناخد when. الميننج بتاع when اللي هو حين او حينما او الوقت الذي وتيجي مع التايم اكسبريشنز ومع التعبيرات الزمنيه. I go to أسوان ناخد اكزامبل كده. I go to أسوان in January, when the weather is warm and sunny. I go to Aswan in January, January the time, when? I go to Aswan in January, when the weather is warm and sunny. Six o'clock, this is the second example here, six o'clock is the time when I get up طالما في expression في كلمة time او في months او year او day او كده related للتايم يبقى على طول relative pronouns الصح بتاعنا هنا ايه وين هناخد مزيد من الملاحظات هنا عن relative pronouns وانا اتمنى ان كنت تكونوا بتدونوا الملاحظات دي علشان هتكون مفيدة ليكم جدا لما انكم تيجوا تعملوا لتشويس وعشان ما نحتارش ابدا ان شاء الله ما بينهم ونبقى prepared لكل الحالات ان شاء الله and we know which relative pronoun is correct and which is incorrect and why ليه هنا can be correct وليه هنا ما يبقاش correct وهناخد وهناخد مزيد دلوقتي من النوتس في اليونت دوت هتظهر معانا دلوقتي حالا ان شاء الله الصوره على الشاشه ونقدر ان احنا نشوفها وهنتكلم فيها بشكل اساسي عن البروبوزيشنز زي ما واضحه قدامكم اهي البروبوزيشنز مع الريلاتيف بروناونز ناخد اول اكزامبل ونعلق عليه This is my colleague زميل who I work with who I work with شوفوا بقى with جت هنا فين بعد الفيرب This is my key طبعاً this is my key that I open my front door with لكن ما ينفعش أقول في الإكزامبل الأول this is my colleague with who البروبوزيشن ما يجيش بعديه who أو العكس هو ما يجيش قبلها بروبوزيشن لو عايز أستخدم بروبوزيشن مع هو يكون at the end of the sentence or after the verb this is my colleague who I work with لكن ما ينفعش أقول with who كذلك This is my key that I open my front door with. لكن ما نفعش أقول with that. That ما بيجيش قبلها preposition. تعالوا بقى ناخد الملحوظة التانية وناخد النوت التانية. مع whom ومع which. ناخد الاكزامبل. أحمد is my colleague with whom. آه طب لو مع البيبول بقى هنا وأنا عايز أستخدم preposition يبقى ما أقولش هو أقول whom. أحمد إز ماي كوليج ويز هوم طالما في بروبوزيشن يبقى التشويس بتاعي مع البيبل هو هوم على طول ريميبر ذيس إز فيري امبورتنت إت كيم ماني تايمز إن ذا فاينل اكزامز أحمد إز ماي كوليج هوم أي ورك ويز يبقى مع هوم البروبوزيشن ممكن يجي بعد الفيرب أو يجي قبل هوم مش زي هو This is my key with which أي أوبن ذا فرونت دور البروبوزيشن مع ويش ممكن يجي قبلها وممكن يجي بعد الڤيرب This is my key which I open the front door with. لكن ما يجيش لبروبوزيشن مع ذات في هذه الحالة. يبقى البروبوزيشن مع البيبل بيجي قبل هوم ويجي قبل ويتش. وطبعا بيجي في النهاية مع الفيرب سواء أنا كنا مع هوم أو كنا مع هو أو كنا مع ويتش أو مع ذات. لكن البروبوزيشن ما يجيش قبل ذات. البروبوزيشن ما يجيش قبل هو. ناخد البوينت اللي جاية. I went to the room in which I sleep. هنا ناخد بالنا ان حرف الجر هنا ان ويتش الاثنين معناهم وير I went to the room where I sleep أو in which I sleep طب طالما في بروبوزيشن ممكن يغير المكان I went to the room which I sleep in طيب ملحوظة اللي جاية أوكي نستخدم حروف الجر قبل وير بمعنى the place آه ممكن هنا نيجي نقول he asked the driver To bring the children from where the school had broken. طبعاً from هنا مقصود بيها ايه ناخد He asked the driver to bring the children from the place. The assessor, from the place where the bus had broken down. I took the laptop to the place where it was repaired. To هنا معيد على place. I took the laptop to the place where it was ser where it was repaired. طيب في طريقة رائعة جدا هنختم بيها حلقتنا النهاردة وهي الدفرنس ما بين ازاي اخون عندي تكنيك كده اقدر اختار ما بين وير او ويتش لو احتارت لو انت احتارت حط حرف الجر وبعد بعد الفعل اللي موجود حط ان وبعدين ان اللي بليس ناخد اكزامبل ذيس از هاوس وي ليف طب انا محتار ذيس از هاوس ويتش ولا ذيس از هاوس وير قال لي ان الان بعد ليف وقول ذا بليس هل ممكن اقول وي ليف ان ذا هاوس اه ممكن اذا اختيارك الصح هو وير تعالوا ناخد اكزامبل تاني بقى this is the house my father has built طيب ينفع اقول بعد built او بعد بوت اقول in واقول place ينفع اقول my father bought in the house لا ما ينفعش يبقى يختار الصح بتاعي which على طول right اخر نقطة معايا النهاردة ان وين بتشير الى التعبير الزمني ما نستخدمش معاها بروبوزيشنز ابدا Friday is the day on which my son was born Friday is the day which my son was born يبقى ممكن استخدم on طبعا ما ينفعش اقول the day on يعني Friday is the day on which صحيحه او Friday is the day which my son was born on وبكده ننهي حلقتنا النهارده وان شاء الله في المره اللي جايه هناخد مزيد من التعليقات عن the رونونز وهنكمل معاكم ونشوفكم على خير مع الف سلامه